السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، ورجعنا لكم تاني يا أحبابنا الكرام في فيديو جديد بنتكلم فيه عن رموز أو علامات إذا رأيناها في المنام فهي تدل على قبول الدعاء. أول هذه العلامات أحبابنا الكرام وأول هذه الرموز هو قراءة فاتحة الكتاب في المنام. قراءة فاتحة الكتاب يا أحبابنا الكرام في المنام، يقول العلماء المفسرين أن الفاتحة من أسمائها الدعاء، من أسماء الفاتحة الدعاء، ولذلك يا أحبابنا الكرام يقول العلماء أن من رأى في منامه أنه يقرأ فاتحة الكتاب فله 7 دعوات مستجابات. من رأى أنه يقرأ فاتحة الكتاب في المنام فهو دليل على أنه له 7 دعوات مستجابات. واحد من الكرام، واحد أعرفه كان عنده مشكلة، فهذا الرجل طاف البيت حقيقة، يعني راح مكة في الحقيقة وطاف حوالين الكعبة 7 أشواط، وكان في 7 أشواط كان له دعاء معين، كان بيدعي ربنا عز وجل بدعاء معين في ال7 أشواط، فينام فيرى فيما يراه النائم أنه يقرأ فاتحة الكتاب، فقلنا له أنك لك 7 دعوات مستجابات. فقص لنا القصة وأنه كان يعني يطوف حول البيت 7 أشواط وكان يدعو بدعاء معين. فلذلك أحبابنا الكرام فاتحة الكتاب من أول العلامات التي تدل على قبول الدعاء، وقلنا أن فاتحة الكتاب من أسمائها الرقية. الأمر الثاني يا أحبابنا الكرام وهو دخول المحراب أو وقوف العبد في المحراب، وربنا سبحانه تبارك وتعالى بيقول فنادته الملائكة، ده زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. كم دعا زكريا ربه، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فالله عز وجل يقول فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. فلكن الله عز وجل يرسل الملائكة بالبشرى، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فوقوف الرجل داخل المحراب دليل على قبول الدعاء. كذلك يا أحبابنا الكرام الصلاة، الصلاة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلة، يبقى الوضوء قصد والصلاة صلة، فالصلاة مع الوضوء تدل على استجابة الدعاء، لأن إذا رأى العبد في منامه أنه يتوضأ فهذا دليل على أنه له طلب عند الله عز وجل، له طلب عند الله، لأن الوضوء هو نية الصلاة، يعني هو بيتوضى ليه؟ عشان يصلي، إذن فله مقصد من الوضوء، إذن فالوضوء في المنام يدل على أنه له طلب عند الله سبحانه تبارك وتعالى، فإذا رأى أنه صلى بعد الوضوء فهذا دليل على استجابة الدعاء ووصوله إلى ما أراد وإلى ما تمنى. فالصلاة صلة بين العبد وبين ربه وفي المنام هي دليل على قبول الدعاء. كذلك الطواف حول الكعبة والشرب من ماء زمزم، الطواف حول الكعبة والشرب من ماء زمزم، فالصلاة والشرب من ماء زمزم دليل على قبول الدعاء. فالطواف حول الكعبة صلاة، ولكن يحل فيها من كلام الناس. طاف الشيخ السيوطي رحمه الله حول الكعبة وشرب من ماء زمزم بنية أن يجعله ربنا عز وجل أمير المؤمنين في الحديث، وهذه مرتبة في الحديث، مرتبة عند علماء الحديث كالحاكم وأمير المؤمنين الحديث وما إلى ذلك. فما مات
حتى جعله الله أو بلغه ربنا عز وجل هذه المرتبة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: زمزم لما شرب له، زمزم لما شرب له. إذا رأى العبد أنه يصلي أو أنه يطوف حول الكعبة ويشرب من ماء زمزم، فهذا دليل على استجابة الدعاء. كذلك أحبابنا الكرام، الدعاء نفسه، الدعاء لو أنه رأى أنه يدعو ربنا عز وجل فهذا دليل على قبول الدعاء في الحقيقة. حتى لو أنه تذكر الدعاء اللي هو بيدعي ربنا عز وجل به في المنام، فهذا دليل على أن الله تقبل منه هذا الدعاء. الله عز وجل يقول: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فاللي عطل سيدنا آدم الكلام هو الله، والذي تقبل من آدم الكلام هو الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء. زي اللي بيقول بالبلدي كده: أنا مش عارف أطلب إيه من ربنا، لأن جميع الطلبات اللي أنا بطلبها من ربنا بتتحقق. فيقول عمر: إنني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء. فإن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تلقى من ربه كلمات فتاب عليه. يبقى إذن لو العبد رأى نفسه أنه يدعو ربنا في المنام فهذا دليل على استجابة الدعوة. كذلك يا أحبابنا الكرام، انشقاق السماء أو فتح السماء دليل على قبول الدعاء. قال تعالى: تفتح لهم أبواب السماء. فإذا تفتح أبواب السماء للعمل الصالح، تفتح أبواب السماء لقبول الدعاء. فإذا رأى العبد أن السماء تنشق فهو دليل، أو أنها فتحت فهو دليل على استجابة دعائه. ولذلك قال لقمان لابنه وهو يعظ: يا بني عود لسانك الاستغفار، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. يا بني عود لسانك الاستغفار، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلة. وقال بعضهم لابنه وهو يعظ: يا بني عود لسانك، رب اغفر لي وتب علي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلة. فإذا رأى العبد إن السماء انفتحت فهو دليل على قبول الدعاء. النظر إلى السماء في الرؤية دليل على قبول الدعاء. والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره ربنا تبارك وتعالى بأن يتوجه بصلاته إلى بيت المقدس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له إلا أن يقول: سمعنا وأطعنا، وكان يتوجه لبيت المقدس، غير أنه كارها لهذه القبلة لأنها قبلة اليهود، ولكنه كان ينظر إلى السماء، فكان دليل على أنه له طلب عند الله سبحانه تبارك وتعالى. كان يتمنى أنه يتجه بصلاته إلى البيت الحرام. فناداه ربنا عز وجل، قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالنظر إلى السماء دليل على قبول الدعاء. كذلك يا أحبابنا الكرام، قول العبد لا إله إلا الله في المنام، قول العبد لا إله إلا الله في المنام دليل على قبول الدعاء. فإن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: يا ربي اجعل لي دعاء أدعوك به. موسى يسأل ربنا عز وجل الدعاء، فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله. موسى يسأل الله الدعاء فيدله على ذكر لا إله إلا الله، ذكر، ولكن موسى طلب من الله الدعاء.
فقال موسى: يا ربي، كل الناس يقولون لا إله إلا الله. يقول العلماء: هو لم يتقال لا إله إلا الله، ولكن أراد أن تكون له دعوة مخصوصة. اجعل لي دعاء، اجعل لي دعاء مخصوص، يعني الدعاء ده ما يكونش غير لموسى بس، اجعل لي دعاء أدعوك به. قال: قل لا إله إلا الله. قال: كل الناس يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامروهن غيري والأراضين السبع وضعن في كفة، ولا إله إلا الله وضعت في كفة ورجحت بهن لا إله إلا الله. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: لماذا دله ربنا عز وجل على لا إله إلا الله مع أنه طلب الدعاء؟ قال: لأن غاية الأمان وغاية استجابة الدعاء من الله للعبد في أن العبد يسأل ربنا عز وجل الجنة، أن يرضى ربنا عز وجل عليه وأن يدخله الجنة. وقال: لو أن العبد قال لا إله إلا الله فإن الله يرضى عليه ويدخله الجنة. علامات قبول الدعاء في الرؤيا كثير يا أحبابنا الكرام، علامات كثيرة جدا 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 جدا. منها لو إن العزباء كانت تدعو ربنا عز وجل بالزوج ورأت أنها تلبس عباءة أو تلبس خمار أو تلبس حذاء، فهذا دليل على استجابة الدعاء. وهكذا علامات كثيرة تدل على استجابة الدعاء. هذا ما استطعنا أن نجمعه من علم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان من خير فمن الله، وإن كان غير ذلك فمني والشيطان، والله ورسوله منهما براء. لو عجبكم الفيديو أحبابنا الكرام، يا ريت نعمل له لايك، نشير الخير ده مع الناس حتى تعم الفائدة. وكمان اللي بيشوفني لأول مرة يا ريت يعمل اشتراك في القناة، يفعل خاصية الجرس، يختار منها الكل حتى يأتيه إشعار بكل ما هو جديد. في نهاية اللقاء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.